مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملك والأمير. الأسرة القبطية المسيحية بأسيوط تناشد السيد الرئيس لعودة ابنتهم المختفية إيريني إبراهيم شحاتة وتحذر من إثارة الفتنة. ناشد أسرة الفتاة القبطية المختفية بأسيوط إيريني إبراهيم شحاتة الشهيرة بمادونا 21 سنة تناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأب كل المصريين للتدخل لعودة ابنتهم المختبية بقرية قرقاس بمركز أسيوط منذ 22 يناير الماضي. وقالت الأسرة أن ابنتهم إيريني إبراهيم تدرس بالفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة أسيوط الأهلية، وهي أخت لشقيقين أخيرين، واختفت بعد الانتهاء امتحان منتصف العام، وكان يتبقى لها مادة أخرى لم تلحق بها بعد الاختفاء. وتوجهت الأسرة وحررت محضرا باسم شرطة مركز أسيوط برقم 707 لسنة 2024 إداري أسيوط، وتم توجيه اتهامات لأحد الأشخاص كان زميلها بكلية الطب بمسؤوليته عن هذا الاختفاء، وهو من محافظة سوهاج، وتحيط به الشبهات وحول حادث الاختفاء. وطالبت الأسرة تدخل الأجهزة الأمنية لاحتواء الأوضاع حتى لا يتم استغلال الحدث في إثارة الفتنة من قبل تيارات متطرفة تهدف للنيل من وطننا الغالي مصر، وأيضا تهديد السلام المجتمعي داخل قريتهم في ظل انتشار شائعات مختلفة حول ابنتهم، وهو ما يمثل تطور خطير لأمن وسلامة القرية. وقال مدحت ويليام المحامي وهو خال الفتاة أن مطلب الأسرة لقاء الفتاة والجلوس معها لمعرفة تفاصيل وملابسات ما تعرضت له، لا سيما أن الفتاة صغيرة وتخشى الأسرة من تعرضها لمكروه، ولا سيما أن هناك الكثير من الحالات السابقة التي نجحت الأجهزة الأمنية في إعادتها والحفاظ على سلامة المجتمع. إن الأسرة تعيش في واقع مأساوي منذ اختباء ابنتهم دون معرفة أي تفاصيل بشأنها. وأضاف ويليام إنه على ثقة في الأجهزة الأمنية سواء في أسيوط أو سوهاج بتقدير الموقف وخطراته وعملهم على تحقيق السلام المجتمعي وقطع الطريق على أي محاولات للتيارات المتطرفة لاستغلال الأمر، وأنه يقدر جهودهم للعثور على الفتاة وعودتها لأسرتها في أقرب وقت ممكن. الحقيقة إيريني لازم ترجع تاني. كل الكلام ده بعد ما صرعوا في حاز التصريح بدفن نجل راعي كنيسة القديسة رفقة بالغردقة. صرحت جهات التحقيق المختصة اليوم الاثنين بدفن جثة ولابتير سموئيل نجل راعي كنيسة القديسة رفقة بالغردقة، والذي لقي مصرعه على أثر تعرضه لحادث أليم. ترجع تفاصيل الواقعة قبل تلقي الأجهزة المعنية بلاغا يفيد الوقوع وحادث انقلاب سيارة ملاكي شمال البحر الأحمر وتحديدا بطريق رأس غيار بالغردقة. وعقب الانتقال والفحص تبين إصابة راعي كنيسة القديسة رفقة بالغردقة بكدمات وكسور متفرقة، تم على أثرها نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، وكذلك وفاة نجله في لوباتير متأثرا بجراحه في الحادث وإيداعه مشرحة المستشفى الغردقة العام. موعد صلاة الجناز، ومن المقرر أن تعلن قدرية الأنبا شنودة بالغردقة بعد قليل موعد وتفاصيل صلاة الجناز عقب التنسيق مع أسرته لرغبة والده في مراسم الصلاة رغم إجراء عمليتين جراحية. كل الشكر وكل التقدير. تركيا سحبت الجنسية من مرشد الإخوان بعد زيارة أردوغان لمصر. تفاصيل هامة. قال القناة العربية الإخبارية أن الحكومة التركية أصدرت قرارا بسحب الجنسية التركية من محمود حسين القائم بعمل المرشد لجماعة الإخوان والمقيم في إسطنبول بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر. وتناقلت صحف التركية وأتراك الخبر فيما شنت حسابات إخوانية هجوما على أردوغان
ورغم تأكيدها خبر سحب الجنسية، قالت حسابات إخوانية أن القرار التركي ليس له علاقة بزيارة أردوغان للقاهرة، وأن الجنسية سحبت منهم قبل 3 أشهر على خلفية التحقيق معهم في تهم فساد عقاري وتزوير أوراق. ونقلت العربية نت مصادر لم تسمعها قولها أن محمود حسين علم بسحب جنسيته وأبطال جواز سفر الشخصية به هي الأيام الماضية، مضيفا أن السلطات التركية لم توضح له سبب سحب الجنسية وطلبته بتكليف محام للتواصل مع الجهات المسؤولة ومعرفة السبب الحقيقي. وأضاف الموقع العربي أن حسين باع شقة كان يمتلكها في إسطنبول ويدرس حاليا مع المسؤولين بالجماعة موقف سواء بالبقاء لحل المشكلة مع السلطات التركية أو البحث عن دولة أخرى يقيم فيها. وزار الرئيس التركي رجب أردوغان القاهرة الأربعاء الماضي في زيارة هي الأولى منذ 2012. تنتهي 12 عاما من الخلافات بين القاهرة وأنقرة، بلغت حد سحب السفراء عفوا وتوقف أشكال التواصل الدبلوماسي الثنائي، بل وقطيعة بين قادة البلدين منذ عام 2013 قبل أن تتحسن العلاقات تدريجيا مؤخرا حتى التطبيع. كل الشكر وكل التقدير وكل ما هو نريده الآن وعاجلا، نرجو من الله أن يحسن الصلاح إلى بلدنا الحبيبة مصر الكريمة، مصر التي نحبها ونحترمها. ومع كل ذلك أيضا الأسرة القبطية بأسيوط تناشد الرئيس عودة ابنتهم المختفية إيريني إبراهيم شحاتة وتحذر من إثارة الفتنة الطائفية. ناشد أسرة الفتاة القبطية المختفية بأسيوط إيريني إبراهيم شحاتة الشهيرة بمدنة 21 سنة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لعودة ابنتهم المختفية بقرية قرقاس بمركز أسيوط منذ 22 يناير الماضي. وقالت الأسرة إن ابنتهم إيريني إبراهيم تدرس بالفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة أسيوط الأهلية، وهي أخت لشقيقين آخرين، واختفت بعد انتهاء امتحان منتصف العام، وكان يتبقى لها مادة أخرى لم تلحق بها بعد الاختباء. نصلي من أجل قداسة البابا تودروس بابا بطريرك الكرازة المرقسية، ونصلي من أجل رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونطلب من الله أن يصلح حال البلد وأن يرفع عنا الغلاء والوباء. وكل الشكر والتقدير لمحبتكم لينا. أشكر كل شركائي وأشكر كل مشترك القناة قناة الملكة والأمير، مع كل الاحتفاظ والاحترام لكل المشتركين سواء كانت تعليقاتهم إيجابية أو سلبية، ولكن نحن لا نرغب أبدا في الوصول للانحطاط اللفظي. كل الشكر والتحضير والاحترام والتقدير لكم، شكرا لمحبتكم، سلام ربي يكون معكم.